أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري مباشرة من قناة السابعة. أجريت أمس الاثنين حركة في سلك رؤساء أركان النواحي العسكرية الست بتعيين العقيد نصير بوجمعة رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية بوهران، واللواء فضيل ناصر الدين نائب قائد أركان الناحية العسكرية الثالثة، وتعيين اللواء محمد الطيب براكني نائبا لرئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، وتعيين العميد عمار زعيمي رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ليعين العقيد موسى سعاد رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة بإليزي. أنهى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح مهام قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال اللواء بالقاسم بوعافية، وحسب نص المرسوم الرئاسي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن إنهاء مهام اللواء بوعافية قد تم توقيعه يوم 30 جوان الماضي، وتم تعيين اللواء سليم قريد قائدا لأكاديمية شرشال. أجرى المجلس الدستوري تعديلاً على النظام المحدد لقواعد عمله، حيث تنص المادة 48 من نظام قواعد العمل على وجوب أن يودع المترشح للرئاسيات ملف ترشحه شخصياً. التعديل الجديد لنظام قواعد العمل المجلس الدستوري جاء لتغيير بعض شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.